طيب، تحية وسلام السادة المتابعين والسادة الأصدقاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في كل مكان. زي ما هو العنوان، حقيقة إطلاق النار الآن في شارع النيل اللي هو قرب القيادة العامة، في محيط القيادة العامة وفي الكوبري أيضا، يحدث الآن يمكن في شارع النيل. الناس من قبل اتصالات ورسائل ماسنجر واتساب بيسألوا كويس، بيسألوا عن انه الحاصل شنو الان، وانه هل صحيح ضربوا متظاهرين، وهل وهل وهل. الكلام ده غير صحيح تماما. ما في اطلاق نار على اي متظاهر من المتظاهرين. الان ما يحدث هو اطلاق نار بكثافة متقطع نوعا ما، يعني كل دقيقة، كل خمس دقائق، كل دقيقتين، كل ستة كده بيحصل إطلاق نار، مرات بشكل كثيف جدا جدا جدا، ومرات بشكل عادي كويس. لكن الإطلاق قد تسمعونه الآن، قد تسمعوه هسه الآن، هو متوقف الآن. هو قصة إطلاق النار هي من عساكر كويس، من أفراد في الجيش من قبل يمكن من المغرب، وضرب النار شغال. الواضح انه هو شغل احتفالي تماما، اطلاق النار في الهواء كويس، اطلاق النار هو في الهواء، واضح جدا انه هو شغل احتفالي. انا بتكلم الان من شارع النيل، بتكلم الان انا من شارع النيل هنا من القيادة، و ان شاء الله كويس. يمكن الان من شارع النيل الناس متواجدة هنا خلاص. اطلاق النار اللحظة دي الآن هو متوقف، اللحظة دي الآن هو متوقف. عفوا أعتذر، عندنا مشكلة اللي يمضي في السلامة الصوتية. فعموما الآن هو متوقف تماما، لكن في أي لحظة قد يجي، يعني أثناء كلامي ده قد تسمعوا صوت بتاع إطلاق نار، وبالتالي هو احتفال في الهواء، هو احتفال الناس الآن. الآن لو سمعتوا ده صوت بتاع طلقة الآن، لو تسمعوا الآن، أيوة لو تسمعوا الآن، هو في ضرب الآن، في إطلاق النار الآن سامعين، لكن هو بشكل احتفالي، هو بشكل احتفالي خلاص. ما في الجداد استغل الحاجة دي وخلع الناس، وبالأخص الناس البر السودان أو الزول اللي بيكون يأداب رجع من الاعتصام أو من المغرب لقدام، فده بتخلع خلعة شديدة جدا جدا، وبيفتكر إنه المعلومة حقيقية. نحن الآن إطلاق النار، نعم، وهو لو إطلاق النار علينا ما في زول منسحب، لو الآن إطلاق النار هو علينا، اللحظة اللي أنا بتكلم فيها دي ما في زول فينا منسحب خلاص. إن رصاصة غنى وزغرد البنبان نحن نموت في داه ويسلم السودان كويس، إن رصاصة غنى وزغرد البنبان نحن نموت في داه ويسلم السودان. فبالتالي الآن تصبر. الناس في ناس نشرت معلومات كاذبة عن إطلاق النار ده، لا لا ديل الشباب كلهم قاعدين، والجيش جيشنا، كل الجيش قاعد. بكرة المليونية وصروا وخليكم معانا وقاعدين. تصبر بس، والجيش جيشنا، الجيش جيشنا، ايوه بكرة المليونية، ايوه الجيش. واحد من أفراد الجيش بيقول لكم غرسنة كويس. هي الأجواء زي ما ذكرت أنا قبل شوية، الأجواء هي احتفالية أكثر من أنها تكون أي حاجة تانية، والقصد من كل الكلام ده هو احتفال بتاع حماس عالي من العساكر. ما أعرف، في معلومات ما متأكد أنا من صحتها، ما متأكد من صحتها، ولكن بتتكلم عن أنه في نية كانت بتاع التحرك لبعض القوم كويس، وبالتالي كانت المسألة هي مسألة بتاعت إرهاب. الآن نسمع إطلاق النار، الآن نستمع كويس الى اطلاق النار. الرياء سلام وعداله، والثوره خيارنا نحن الشعب، الجيش معانا، وبكره المليونيه وي كوز هندوسه بكره. طيب نحن الان سلميه ضد الحراميه، وحريه سلام وعداله، الثوره خيار الشعب. المصادر بعضها اللي جات كويس بتقول انه هي مربوطه باعتقال عبد الله وعباس البشير اللي هم اخوان عمر البشير قبل قليل. المعلومات اللي بتجي برضو المعلومات الثانيه، وما متاكدين لسه يا جماعه
منها خلاص برضو بتقول انه ده بعد قرار دمج الدفاع الشعبي والشرطه الشعبيه والخدمه الوطنيه في الجيش بعد القرار اللي صدر قبل شويه واعلنوا الناطق الرسمي الفريق شمس الدين كباشي وكذلك خبر انه الاعتقال شقيقي الرئيس اعتقال شقيق الرئيس المخلوع عمر البشير الطاغي الجبار واخوانه كذلك شده كويس ديل بعد الكلام ده الناس ربطت الحاجه دي ولكن حتى الان هي مشاهد احتفاليه تماما انا بتكلم الان من شارع النيل يا جماعه اللحظه دي انا الان بتكلم من شارع النيل المشاهد احتفاليه الناس تطمئن ونتمنى يا جماعه في ناس يعني يتروا شويه من الاخبار لانه يا اخي انت قد تبص معلومه تتسبب في ضغط زول في سكري خلاص الاسر بناها مفجوعه في شهداء او الناس طافونا فوق دماء قتلاهم يعني كويس وانا بقول حتى لو المساله هي احتفاليه او تاييد لمسيره بكره في نقطه مهمه جدا يا جماعه ان احنا نقول الان الحاجه دي هي شنو هي انه الان في ضباط معتقلين من القوات المسلحه ما زالوا في المعتقلات الان في ضباط ما زالوا في معتقلات القوات المسلحه كويس الان وتسريبات عن ان حالتهم الصحيه متدهوره جدا فالناس الان في الاحتفال انا تحت الكوبري كويس انه صحتهم متدهوره جدا فبالتالي المعتقلين كتار على راسهم محمد راشد ملازم اول والملازم اول محمد صديق والملازم اول طيار جويه عمر الفاروق خلاص ما زالوا معتقلين ليه بدون ذنب سوى انهم وقفوا مع الشعب الان انا اتكلم معكم من شارع النيل يا جماعه انا الان بتكلم من شارع النيل ما يحدث من اطلاق نار هو مظهر احتفالي حتى الان المتاكدين منه ما في الناس العساكر بيجوا بيضربوا نار قدام المواطنين وبيضحكوا بابتسامه ده ما يحدث الان والان الناس ياها يعني في شارع النيل الان الناس كمية إذن الآن ده شارع النيل يا جماعة كويس الأسر ما تخاف خلاص حبينا نطمئن الناس فقط لأنه انتشر في عدد من الجروبات وانتشر أيضا في جروبات الواتساب والفيسبوك وفي حسابات كثيرة بأنه الجيش يطلق النار على المتظاهرين والدعم السريع دي كلها شائعة الآن نحن متواجدين الآن أنا طلعت من محيط القيادة وجيت عشان أكد المعلومة دي كويس ما في حاجة الآن تماما نحن الآن في شارع النيل والمظاهر احتفالية خالص 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 كويس الآن ولا شنو مظاهر احتفالية كويس تعال هاي السلام عليكم كيف الأحوال أنا قاعد أصور الآن فيديو بس مباشر في الفيسبوك في معلومة انتشرت الجيش يطلق النار على المتظاهرين فحبينا نطمئن الناس على الكلام ده المعلومة دي غير صحيحة نعم المشهد احتفالي إذن زي ما قلنا لكم شكرا جزيلا نحن الآن من شارع النيل وكل ما يحدث هو مظهر احتفالي حبينا نثبت المعلومة دي ونأكدها السلام عليكم كيف الأحوال؟ طيب هو مشهد احتفالي فقط كويس طيب نحن ما زلنا متواجدين الان في بدايه اللايف لو سمعتوا قبل كان اطلاق الرصاص واضح جدا ولكن الان هو على فترات متقطعه للناس الجم شارع النيل يا ريت يوضحوا للناس وللناس اللي جم المناطق دي محيط القياده وكده برضه يوضحوا للناس بانه الان العساكر الشعب كلهم محتفلين الان مع المواطنين ولا نعلم هل هو تأييد لمليونية بكرة أم ماذا ولكن ترشيحات كثيرة قد تذهب إليها على أي حال إن شاء الله ننقل إليكم الصورة والصوت ونحن هنا ويا ريت تشيروا الفيديو ده يا جماعة الآن في كل الجروبات عشان إنه الناس تكون متأكدة تماما ما في حاجة الناس بخير الناس بصحة وأختم لكم بالمشهد ده عشان الناس تكون أكثر طمأنينة ياها الناس بتهتف في الاعتصام تجي ترتب تتونس ترجع تاني
الناس يا اقول لكم سقطت الناس يا هم العساكر مع المواطنين الان ما في حاجه الله يخليك الان ما في اي حاجه كل ما يحدث هو مظهر احتفال. السلام عليكم ورحمه الله، ان شاء الله نوفيكم باخر الاخبار.